يوتيوب. طيب ابو عاصم وش الدافع الاول الاكبر بعد العز بعد 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 الله عز وجل؟ وش الاثر اللي شفته في الناس اللي حولك بسبب هذه المقاطع؟ شفت ترى بقول لك شيء. هذا قبل يومين او ثلاث ايام كنت في محل عندنا في الخرج وقابلت لي موظف يماني في محل قال ترى انا استفيد من مقاطعك. كان لها اثر كبير. لكن ابي اقول شيء للناس، اجعل لك اثرا. تراك انت اللي تسمعني الان ولا انت اللي تسمعيني الان، وانت يا ابو سعيد مقاطع كثيره مرت عليك واستفدت منها، لكن ما عمرك ارسلت لمن؟ لصاحبها شكرا او جزاك الله خير. عادي ما تعودنا احنا، مو بعيب، ما تعودنا احنا عادي، شفت فائده شكرا. فترى في ناس كثير يستفيدون منك وانت ما تدري. تراك انت احيانا قدوه الناس وانت ما تدري. تراك انت احيانا منصه او واجهه خير لناس انت اللي عاينهم بعد الله بالتثبيت وانت ما تدري. ترى يعني اجعل سلام. لك اثرا. يعني بعض الناس يقول طيب انا ما اعرف اتكلم. جميل. او تجيك حرمه تقول انا ما اقدر اطلع اتكلم. نعم. انا ما اطلع اتكلم. اقول اجعل لك اثرا، اجعل لك اثر. خذ المقاطع، فتاوى العلماء، فتاوى المشايخة، مقاطع اللي فيها مقاطع هادفة، وانشرها في السوشيال ميديا. يا سلام. يعني شعارك اجعل لك اثرا. اجعل لك اثرا. في امر مهم جدا، بعض الناس يقول والله المشاهدات عندي قليلة، 200 المشاهدات عندي، والله 100 المشاهدات عندي، 50 ما لك دخل. انت ما انت مطلوب بالمشاهدات. يا سلام. انت اصلا اقول لك شيء اعظم، انت ما انت مطلوب بقبول الناس. يعني انت الان نزلت فائده ما لك دخل يقبلها فلان ما يقبلها فلان، انت مسؤول عن نفسك انك انت بلغت الخير. يا سلام. ترى النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ يقول ياتي النبي يوحى اليه، ياتي النبي ومعه الرجل والرجلان. الله اكبر. هو نبي وياتي النبي وليس معه احد. الله اكبر. وياتي النبي ومعه الرهط، يعني ناس كثيرين. دعوة نبينا نوح دعا 59,000 عام. لا إله إلا الله. دعوته عمره في الدعوة ترى ما أسلم معه قيل إلا 12. لا إله إلا الله. فأنت ما أنت مسؤول عن قبول الناس، أنت مسؤول عن أنك إذا جيت عند الله جل وعلا أنا نزلت كذا ونزلت كذا ونزلت كذا ونزلت كذا ونزلت كذا، هذه تنفعك يوم القيامة. وترى أنت الآن لو أنت لفت يمين يسار تجد بعض الناس وشو أول ما يموت له رفيق وين يروح له؟ لحساباته. خلني اشوف تكفى في شيء. طيب انت حي الحين، انت تسمعني الان وانت تسمعيني، انت حي الان وانت حي، اشتغل على نفسك. اي والله. نزل مقاطع مالك دخل يقبلونها ما يقولون. ترى شيخ الاسلام بن تيميه لم ينتشر علمه الا بعد موته. لا اله الا الله. وهو شيخ الاسلام بن تيميه. يا سلام. انت ما انت مسؤول عن وش؟ لا عن قبول الناس ولا عن العدد، انت مسؤول عن نفسك. انا بلغت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه. ايه. حفظت ايه بلغها. الله اكبر. بيض الله وجهك. مو وجهك يا حبيبي. سلام جميل جدا. الله يعزك. الله يبيض وجهك. جعل. طيب ابو عاصم وش الفئه اللي انت تستهدفها فيه؟ هل لك فئه معينه او انك تنشر مقاطع يعني في السوشيال ميديا وتقول لمن اراد ان يسمع؟ هي عامه وليست فئه محدده، فهمت؟ بمثال في بعض الناس يستهدف فئه طلاب العلم وهذه هي فئته، وفي يعني في سوالف مع احد الشباب امس يقول ميدي انا عندي قناه طلاب علم يقول تقريبا من 10 سنوات نفس الطلاب ما زادوا ولا نقصوا. طلاب علم خلاص عرفوا القناه هذه، فهمت الصوره؟ ايه. فابو عاصم هنا وش يستهدف؟ شوف انا بقول لك شيء، في بعض الناس يعني مثلا اللي يستهدف طلاب العلم تجده طالب علم كبير. نعم. وما عنده الا 5 طلاب 7 طلاب، لكن الخمس الطلاب هذول يعلمون غيرهم يعلمون غيرهم يعلمون غيرهم. لكن انا بالنسبه لي انا استهدف دائما يعني انا الشباب الصغار يعني اللي من عمر يمكن 8 سنوات 9 سنوات الى العمر يمكن 18 17 يعني ما في توافق في الطرح اللي انا اطرحه يمكن لهم، ويمكن في بعضهم لا مستوعب، لكن انا اللي انا اطرحه مو لهم، اللي انا اطرحه دائما لي من 25 30 وفوق. جميل. لان هذول انا في وجهة نظري دائما الفئه هذه من 30 في الاغلب من 30 الى 50 55 دائما فئه ما يكون فيها التطرق كثير له، يعني دائما على الشباب على الشباب على المراهقين على الشباب على المراهقين على المحاضرات على يعني. بس ما تحس هذه الفئه انها اصعب جدا لانها لان قبولها صعب؟ نعم. وتقبلها للشخصيات صعبه؟ نعم. وعندها احيانا
رسم ذهني لأشكال معينة أنها منافقة، أنها كذابة، أنها غير مقبولة، أنها مدري كيف. فيه يعني أنت لو تدخل مثلا في بعض المقاطع عندي في بعض الردود سيئة تتعبك نفسيا، لكن أنا من النوعيات اللي ما أقرأ. أنا إذا تكلمت ما أقرأ، إذا نزلت أنا ما عاد أقرأ الردود لأن الردود تتعبني نفسيا، فأنا ما أقرأ. فأنا قلت ميد مرة ميد المتابعين لا تتعبون أنفسكم، اللي بيتكلم وبيتنتقد وذا سواء في المدح ولا ذا ترى أنا ما أشوف. بس يبو عاصم ترى خلنا 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 إحنا في النهاية بشر، خلنا خلنا